بحضور رسمي وديني وثقافي، أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في إقليم كردستان وبالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون في دهوك فعالية الأسبوع الثقافي السرياني على قاعة محمد عارف جزيري. أم هفتيا هفتيا برنجو معنا دار. هذا الأسبوع أسبوع له معاني عدة، قبل أن يخص الأخوة الكرد والأشور والسريان فهو يخص الكرد أيضا، ويخص العرب الذين يعيشون في إقليم كردستان والكاكيين الأحبة والزردشتية والتركمان الذين يعيشون في كردستان منذ سنين عدة. فمثلما أعياد الكرد أعياد باقي المكونات، ومثلما أن الجميع قدم تضحيات لهذا الوطن كذلك المناسبات تخص الجميع. نحن داعمين لحماية هذه اللغة وهذه الثقافة، وإحدى أجمل سمات الشرق الأوسط وإقليم كردستان هو بقاء هذه اللغة والثقافة حية بالأخص في محافظة دهوك. مدير عام الثقافة والفنون السريانية في إقليم كردستان أشاد بدور وزارة الثقافة التي تضم مديريات عامة متخصصة بثقافة المكونات، مع الاعتزاز بكون مجلس الوزراء في الإقليم وبرلمانه يضمان عناصر فاعلة من جميع المكونات، وأن أبناء وبنات الإقليم يتلقون تعليمهم بلغاتهم الأم. لاخد منو هضرة أديبة بالزودة من 3000. أكثر من 3000 طالب مسيحي يتلقون التعليم بلغاتهم الأم في مدارس دهوك، وبقيت هذه اللغة التي نتحدث بها إلى الآن حية، لأن هذه المدينة دائما تتألق بأعمالها وتحمي ثقافتنا، وكل قومية لها حقوقها وثقافتها التي تعتز بها، ونحن نعمل على تعزيز العلاقات الاجتماعية والتعايش السلمي بين كل المكونات. إلا قبل خانة بردوثة وانطرت ديرتوثة دي. تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي السرياني للفترة من 8 إلى 12 من كانون الأول في دهوك القوش تلسقف وزاخو، ليتضمن عددا من الأنشطة الثقافية والمعارض الفنية والجلسات الحوارية. لقناة زاجروس الفضائية بوار داخز دهوك.